المشكله خويا اللي عندنا حنا تقريبا ثلاثه دوار كاينين في حي في عين السبع دوار جديد دوار جان والورده. جاوا واحد النهار جاوا فجاه واحد المجموعه ومعاهم حتى المقدم جاوا وكيبركوا قدام بيبان وكيدقوا على الناس كيقول لهم ودي انا نتقيدوا باغيين اجي نتقيدوا قالوا فاش قالوا لنا هذه راه مبادره ملكيه غادي تحصلوا على واحد الشهاده وثيقه ديال العمل باش تخدموا. فرحنا بحكم انا مريض عاطل على العمل محتاج هالادويه ديالي ها هي في اللي عندي انا كل شيء المسائل اللي عندي تغطيتهم المسائل. في الاخر كنتفاجئوا بان المراه حيدوها على الراجل من الصندوق وداروا لك ضريبه تولي تخلصها يعني وليتي تخلص 2600 و 3000 باش تخلصها يصاوبوا لك التغطيه هما الصحيه من عندهم. يعني تصدمتوا بواحد القرار ما فهمنا حتى حاجه الناس ما كاين كل شيء. والمشكل انا باغي الراميد لان الدليله هو عندي الدليله انا مريض الورق ديال الطبيب عندي امراض نفسيه وعندي السكر وعندي الطونسيو وعندي امراض يعني لا اله الا الله لا يعلم بها الا الغيب. وبالتالي كنتفاجئوا بهذا القرار اللي داروا الناس هذو ما عرفنا كيفاش. انا خصني الراميد انا ما خصنيش التغطيه الصحيه انا خصني الراميد باش نمشي نداوى كما قال الملك عاشاه صافي. كنطالب انا شخصيا كنطالب بانني انا مريض وعندي الدليل ديالي بالوثائق ديالي امراض نفسيه مزمنه امراض فقر الدم عندي يعني الدليل ها هو كل شيء اللي من الكاميرا يبان لي افين ديال الامراض الادويه اللي كنشري تقريبا عندي جيه 2000 درهم ديال الدواء عندي في الشهر. اذا شنو خاصني نتعالج فابور هما جاوا لصقوا لينا الصندوق اخر هذا هو المشكل. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله ما الناس ما الله ياخذ حق في الظالم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.